خبز الفوكاشيا بخميرة طبيعية، خبز تقليدي إيطالي جدا جدا لذيذ ومتفتح حلو مثل ما شايفين. أول شي منجيب وعاء منضيف عليه مي مائلة للبرودة بالصيف، أوكي، ودقيق. أنا عم بستخدم هون دقيق T65، ممكن تستخدموا دقيق إيطالي مناسب للبيتزا والفوكاشيا، أوكي. نخلط هون طبعا مرحلة الخلط أو الأوتوليز، نخلط الدقيق مع المي، أوكي. أنا عم بستخدم هون الفلكسيبل سكريبر أو مستخدم سباتولا، المهم إنه حتى تتكون عجينة. بنغطيها وبنتركها لمدة ساعة، أوكي. بعد ساعة بنكشف عن الغطاء، بنضيف لها الملح وبقية المي. أنا دايما ما بحط المي كله، بضيف يعني جزء من المي بضيفه آخر أو أثناء الخلط، يعني بعد الأوتوليز بضيفه مع الملح لدوب شوي. بعدين بضيف الخميرة الطبيعية اللوفان أو الساور دو ستارتر. طبعا المكونات بتلاقوها بصندوق الوصف. نخلط المكونات، طبعا هاي مرحلة الخلط، مش عجن، يعني ما بعجن هون. بهالشكل حتى تتجانس المكونات كلها وتصير كتلة من العجين بالطريقة هاي. يعني الموضوع كله على بعضه ما بياخد أكتر من 4 إلى 5 دقائق. تمام، هلأ بضيف الزيت، زيت الزيتون. وبنعصره بين ايدينا، يعني بين اصابعنا بنعصر الزيت حتى يعني يسهل دمجه بالعجين، اوكي، بهالطريقة هاي. وبعد ما يكون اندمج بنكون كتلة بالشكل هيدا، وكله بالوعاء، ما في داعي نحطه على سطح الطاولة ولا شيء. بنغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة، وبعدين نرجع لبعد نصف ساعة بنعمل لها أول فولد أو طي للعجين. طبعا بجيب السكريبر بنحرر الأطراف حتى ما تتمزق العجينة، نمسك أسفل العجين بنشدها إلى الأعلى، شوف قديش رخوي العجين، بنشدها إلى الأعلى، بنبرم البول، بنرجع بنكرر نفس الطريقة من كل الجهات لتتشكل بنية عجين قوية بدون ما تتمزق. طبعا إذا لقيناها بتقاوم بنوقف بنغطيها، نتركها كمان نصف ساعة، نعمل لها فولد التاني. بعد نصف ساعة بنكشف الغطاء ونفس الطريقة كمان بنحرر الأطراف باستخدام السكريبر. لاحظين قوتها صارت أكبر، انتفخت شوي، صار عندها بنية أقوى. كمان بنشكلها، عفوا، نعملها فولد بهالطريقة هاي بدون ما نمزقها، إذا لقيناها عم تقاوم بنوقف تماما. نغطيها ونتركها كمان نصف ساعة. بعد نصف ساعة بنكشف الغطاء، كمان بنكرر نفس الطريقة، بنحرر الأطراف ونستخدم إيدينا اثنين هون حتى نعطيها، يعني من الأربع جهات نعملها فولد من الأربع جهات بهالأسلوب، بهالطريقة، أوكي. بعدين بناخد العجينة بنقلبها على صينية بتكون مدهونة بالزيت حتى تكمل تخمرها أو تكمل تخمرها بالثلاجة على الأقل 12 ساعة. ممكن بهالمرحلة نتركها نصف ساعة إلى ساعة، بعدين بنبردها، وممكن نبردها فورا. أنا بردتها هون فورا، تالي يوم طلعتها من الثلاجة تركتها ساعة إلى ساعتين لتدفئ شوي وتنتفخ العجينة. طبعا بغطيها بشكل حتى ما يلتصق الغطاء بالعجينة ويخرب لنا شكلها. حطها بالثلاجة لتاني يوم، أنا طبعا تركتها ساعة، توقع ساعتين، لخمرت بهالشكل هيدا. نضيف عليها زيت الزيتون من فوق، ضيفوا الكمية اللي انتو حابينها، إذا حابين تضيفوا هيربز يعني أعشاب، بتحبوا مثلا طماطم، شرايح بطاطا، اللي بدكن اياه بهالمرحلة ممكن تضيفوه بعد التنقيش تبع العجينة أو البوكينج، أوكي. أنا بعملها بنقشها بهالطريقة هاي حتى مدها للأطراف،
اوكي، وحتى كمان ما تنتفخ بشكل غير متساوي بالفرن، لانه انا حاخبزها على سطح حجري، حتى ما تنتفخ بشكل غير متوازن وتعمل فراغات او فراغ او بوكيت او جيب كتير كبير. لذلك انا يعني بهالطريقه بعملها بوكينج، بحطها بفرن محمي لدرجه حراره 240 مع بخار مثل ما شايفين تحت اسفل، حاطط قماشه مبلوله مع مي سخنه، بدلق شويه مي على ارض الفرن، بسكر الفرن لمده 20 دقيقه او 15 دقيقه عفوا، بشيل اداه البخار طبعا وبقلب الصينيه الى الناحيه الثانيه 180 درجه حتى تاخذ لون من كل الجوانب. طبعا انا هون عم بحمر مع مروحه ابتداء من هالمرحله، بكفي 15 دقيقة أخرى على حرارة 240، وهيك انتهت الفوكاشيا صارت جاهزة ما شايفين. طبعا الفقاعات بتحترق شوي كونها فارغة ما فيها وقت تحتها، لكنها شوف يعني شوفوا أخذت لون ممتاز كفوكاشيا. ننتظرها لتبرد نص ساعة على الأقل ومنقطعها. أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد. جميلة جدا هالفوكاشة، شوفوا اللب قديش متفتح وطرية ورائحتها فواحة. بتمنى تجربوها. شكرا كتير للمتابعة ومع السلامة.